محمد وآل محمد. غفر الله لكم ثانية. على حب الزهراء ثالثة. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله، يا عبرة المؤمنين، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة. ما خاب سيدي من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لم أنس إذ وقفت عقيلة حيدر مذهولة تصغي لصوت أخيها، هذه نساؤك من يكون إذا سرت فالأسر سائقها ومن حاديها. أيسوقها زجر بضرب متونها، والشمر يحدوها بسب أبيها. عجبا لها بالأمس أنت تصونها، واليوم اليوم واليوم آل أمية تبديها. واليوم آل أمية تبديها. يولا 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 لعبي الدهر يا حسين، والله لعبي الدهر يا حسين. يا يا ابو يا او تدري شلون وليت شو ام يا لا أظل يمك يا أبو السجاد يولا، أروح ميسرة ويعلو وجماي. تربة تربة مشت وعيونها على حسين، تربة وخذت من دم عزيز القلوب، والله مشت وعيونها على حسين. أنا تربى وخذت من دم عزيز القلوب تربى. الأخيت ويا الأخو من الزغر تربة، اشلون تعوف جسم على الوطية، اشلون تعوف جسم على الوطية. والله ما تملهم ما تملهم ما تملهم اكرام النفس روحي، اكرام النفس روحي ما تملهم.
على الفرق نصبنا ما تملهم اكرام النفس روح ما اتاما او على الفرق نصبنا ما اتاملهم أنا شبيدي شبيد على الزمان الماتملهم والله بس ديارهم ظلت خيلي ولا باس عفا قلبش كثر صبره ولا باس وحق من يون دايم ولا باس لازم كل حزن ميت وإلى باس بس حزن القضاء بالغاضري والله بس حزن القضاء بالغاضري تقول زينب تنعى الحسين تقول أنا لنعاك أنا لنعاك دهر والبس أسود ولا لنعاك دهر والبس أسود ونوح بمناحة جازي الحد والله أنا لنعاك دهر والبس أسود ونوح بمناحة جازية الحق أنا فن عزاك ونوحك عتايا يا أنا كتن الهضم يحشي اللحى أنا كتن الهضم يحشي اللحى عشيان يا ابن امي يا مذبوح عليك البجا والحزن واللوح قوي عار وتظل بالشمس مطروح والله جسمك صوايب بيه وجروح يا اخوي قوي للشاب زينب عنك تروح تروح أروح وعليك الطرف مجموع الحسين عبرة المؤمنين قال النبي صلى الله عليه وآله إن لولدي الحسين حلقة في قلوب المؤمنين لا تبرد إلى يوم القيامة وقال الحسين أنا عبرة كل مؤمن ومؤمنة ما ذكرت عند مؤمن ومؤمنة إلا بكى الحسين الحسين عليه السلام بكاه الكون أما الشيخ جعفر التستري في خصائص الحسينية عجيب هذا يقول لما صرت بعمر 70 قعدت بين وبين روحي قلت يا روحي
شرد عيش بعد 10 سنين 20 سنة 30 بعد. هم الإنسان من يتعدى ويصير 100 هم عرض أسباب لميت يتحرك واقع يعني. هذا الإنسان إذا وصل مرحلة يصير ضعف بأعصابه، يضعف بركبه، يضعف بسنونه، يضعف بعيونه، ضعف بحلقه، يضعف بذانه، يضعف يوم يموت منه شيء. وخرجت من هاي الدنيا أروح إلى العالم الثاني. هسه أنا لما كنت في رحم أمي وطلعت للدنيا الله جعل لي محبة في قلبي، والدي اكتنفوني، هذا يمسح لي وذاك يغسل لي وهذا يمهدني وهذا يربيني ويوكلني وهكذا. والحنان من الله. يقولون موسى عليه السلام قال يا رب أنت أحن من أمي علي. موسى يقول الله، الله سبحانه وتعالى قال يا موسى ومن وضع الحنان في قلب أمك غيري؟ أكو غيري خلاها تحن عليك؟ أنا اللي خلت في قلبها الحنان حتى حنت عليك وأنت وبارتك، ولما ثبتك باليم ما نامت الليل وش إلى آخر الكلام. فهذا الحنان من الله بالدنيا. وصلت يقول زين العابدين ألست أنا من تلك النطفة التي أخرجتني من صلب متضايق العظام وأودعتني في رحم أمتك في ظلمات ثلاث؟ وأخذ يتقلب إلى أنصار بالدنيا كبار ودون المدرسة، نجح طلع أستاذ يو دكتور يو تاجر، صار عنده بيت وأخذ مرأة وصار عنده أولاد. هاي بالدنيا. الآن راح يرحل من الدنيا، يطلع من الدنيا يروح للآخرة للبرزخ. هناك ايش عنده؟ بيت، أم، أبو. يوم يفر المرء من أبيه يا عمل راح ينفعه؟ يقول الحديث حسب نفسي. قال الصلاة تنفعني، يقول حطيت صلاتي ناقشتها نخلتها طلعت ما تفيدني لأن بها نوع من الرياء. جبت حجي، جبت جهادي، أمر بالمعروف نهي عن المنكر، صلاة عبادتي في عباداتي مثل الزكاة مثل الصوم مثل الأمور كلها ناقشتها، حسناتي صدقاتي يقول شفت بيها ما توصلني إلى مرام الليالي. يقول فما وجدت طريقا قريبا من الله، وحقيقة أنه سفينة أعمال إلا خدمة الحسين بن فاطمة الزهراء. يا إخواني أنا أحكيها باختصار، والكلام طبعا مهم وأحب أوجهكم إلى تماما. يعني الحسين مصباح الهدى، إن الحسين مصباح الهدى، بعد شنو؟ وسفينة النجاة. يا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسين
يحدثون عن السيد البرجردي. البرجردي عالم مرجع، هذا يوم من الأيام أصبح وإذا يصعد منبر يقرأ التحجي، يقرأ التحجي. يقرأ تحجية. سألوه قال له مولانا أول مرة بتاريخ المراجع مثلك أنت هذا المرجع العظيم تقرأ تحجية. بعد لا يخفاكم ترى أكو طبقة من الناس يعيشون بالحوزة وشيعة يستهزئون من القراية ويضحكون عن يقرأ ويعتبروه متخلف. حتى واحد كان يقرأ على الحسين صار بالمرجعية بالكذا، المهم صار عند واحد وكيل ترقت به الأمور شيء، تعلم فقه، راح حول يعرفون عند قراية قالوا له تعال قرأ لنا تعزية. قالهم والله احنا صرنا أكبر من هاي فاطن، اكو واحد يقرا على الحسين سيد اللي يسولف لي يقول وخلي اخواني وكذا يقول بالحوزه، يقول من اطب يضحكون. قالوا ايه اجى 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 هذا يا ابو عزي وشفيلي، عزي وشفيلي يقول يضحكون علي. واقع على الشكل اكو ناس تستهزئ. غرض من هذا الكلام شنو؟ أريد أقول لكل واحد يريد يقرأ على الحسين، أولا نيته أن تكون خدمة لا مهنة، هاي واحد. ثانيا أن يكون هو مفجوع من الحسين، هو اللي يبكي، هو الحزين، هو صاحب المصيبة. ظل الناس تسمعه تبكي ما تبكي ما له شغل به، ملتف يقول هو صاحب العصا. فالبرجردي بهالمعنى قال له شنو اللي خلاك تقرا؟ قال انا بعالم المنام شفت القيامه حساب وحساب العلماء على الصادق. لما وقفت بالطابور احسب السنه يا متى يجيني لمئات السنين انا اكون واقف. يوم عند ربك مقداره الف سنه، عجيب غريب مو شويه. يقول وهناك شفت باب مفتوح والحسين واقف، وشوف لك الناس هاي شياب وشباب وكهول وفقرة يتراكضون، والحسين يأشر ادخل ادخل ادخل. يقول ركضت أنا للحسين حتى اجى واحد قال له ابو علي طب وياهم؟ قال له انت شو تسوي شنت للحسين؟ قال له شنت اتابع المجالس واسوي صلوات على محمد. فتبسم الحسين وقال له ادخل وياه بشفاعة الحسين عليه السلام. قال لي ها سيد حسين؟ قلت له والله هذا الموضوع واني رجلي تعبت من الوقف يا ابو، وانت جاي تدخل من هب ودب، وانا من ولدكم عالم سيد. قال له القضية مو بالله كلام، هذا مو بالعواطف، هذا ترتيب إلهي. هذا الباب الله مخصصه بس للي ينحى الحسين ويخدم الحسين، وروح أخدم الحسين. استيقظ السيد، فمن ذاك اليوم قام يقرأ تحزية. هو
وهذا حضوركم مات. يقول فشفت أقرب طريق إلى خدمة الحسين، إلى الله هي خدمة الحسين عليه السلام، وهي الواقع، لأنه هاي الدمعة من تنزل ماكو واحد والله يقعد ويقول والله خل أبجاني من أجل الثواب للحسين إذا ما ينكسر قلبه، هاي تطلع عن انكسار قلبه. أي نعم، قبل يجون زوار يسمونهم الجريبات، يجون من الأحمر من البصرة من الفار من أقصى الديار، مش يرحون في ذاك الوقت. وهسه بعد خوش سنة جت ناس من باكستان، مش إلى خلق من باكستان جت مش، أما من الكويت الشباب ما شاء الله السنة اللي اجوا مشي للحسين. على كل حال ذولاك الزوار قبل اجاوا على بغداد، قبل ماكو جسير، يعبرون بزورق او قفه، اللازم العبره واحد يكره الزوار. اقوياهم شاب، الشاب سيد جاي لزياره مشي، وقاصد علي بن ابي طالب يخطب زوجة صالحة، وفعلا يريدها من أمير المؤمنين. هذا الضابط اللي بالعبرة يشوف ذولا شياب وكذا، بس هذا شاب لازم ما قام يضربه. ليش عمي؟ قال له أنت مجنون جاوة ذولا ما عدم حق. قال له أنا اشتكي عليك على علي بن أبي طالب. قال له اشتكي. وصل العلي بن أبي طالب، قال له لا تصدق، أطلع إذا ما تشكيني. شاف الإمام بالرؤية، قال له هذا قضية أمي أمي أم الحسين، أنا ما أسوي له شيء. صبح الصبح راح للحسين، قال له أبو علي وأبوك حولني عليك، وهي القضية. بعالم المنام شاف الحسين، قال له يحسبها علي وأنا جازي. قال ليش ما تعاقبه؟ قال له هذا فريد يوم بكى علي، كان طالع بمامورية ضابط وقاعد عشب وإجا الماي وهز راسه وقال سود الله وجوهكم يا قتلة الحسين، لماذا منعتوه الماء وذبحتم رضيعة على قطرة ماء؟ وتأثر انكسر خاطره ودمعت عينه، فما يصير نجازين نروح نعاقبه، فهاي خلها علي أنا جازيك وما أعاقبه لأنه بكى علي. فز من النوم اجى رجعوا الضابط نفسه، قال له ها انا شو كل شيء ما سواني على ابن ابي طالب. قال له اذا انت رفيج الحسين من يقدر لك؟ شلون؟ قال له القصه كيت وكيت وكيت بعلامه كذا يوم كذا شهر كذا انت مسوي هالشكل. قال له هذا سر مع الله، اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله علي ولي الله. قال له انت شنو وين ربعك؟ قال له قال انتم عشاكم عندي من قاعده وتعشى. قال له ايش تسوي راح للامام؟ قال له اطلب زوجه وكذا. قال له الزوجه بنتي وانا اريد انطيها حتى تقربني الى الحسين عليه السلام. وانطى إلى هذا الرجل. فغرضي من الكلام والقضية ما بيها مبالغة ولا موضوع تعال وحشي، وإنما هو الواقع البكاء على الحسين. إذن هلموا لنبكي على الحسين عليه السلام،
خصوصا لما خرجت زينب يوم عاشوراء وهي حافية القدمين صارخة يا حسين. يقول سمعت يوم وتقربت لي، والله سمعت يوم وتقربت لي. لقيت الولي متوسدي، ولقيت الفوت سعميت جارح بي، ما هو جرح واحد وداوي، أشد يا وجرح يا يا وجرح أخلي يقول لك الجرح بعضه يعوف يا أخويا، كل جرح بعضه يعوف. والله بس جرح بقلبي عينيك عليه، يا خويا وام عصبيك زين شدي شدي على كيفك يا زين بلا تنجمي. انا رحت للرضا بحاجه قبل كم سنه، وكانت ايام شتاء وماكو عرب وكلهم يرى وقعدت يوم راس الرضا من الحائط للشباك شوي، قلت له اريد اقرا لك شنو اللي خلاني اقرا له حكايته اللي هو يقول ان يوم الحسين اقرح جفوننا واسمى الدموع واذى العزيز على الحسين فليبكي الباكو، وكان يتألم من يسمع بعبته زين أبو الغيرة. قلت بدي أقرأ لك هالأبيات وأريد توقف لي بالقضية الفلان، وأنا هسه بدي أقرأ هالأبيات وعندي حاجة وأنتم قدموا حوائجكم وهي مرة عليكم. يا الله زينب يوم قراها للإمام الرضا، مولاي أنت حاضر بالمجلس، تقل للراي الراي عشان جيتك فاجد الراي، والله يا حسين جيتك فاجد الراي. ومن الرعب تتراجع في عظام، وانا نتحيب واتعثر بممشاي، اجيتوا علي اعداي توما، شرب ما شتقول يا ابن امه ويا رجوايه
تجيلك بيمناي بيمناي خويا تقدر ترد يا حسين ويا اي تقدر ترد يا حسين اي اين ويا احمل ضائعات بعدك ضعنا اللهم شافي كل مريض وفرج عن كل مكروه ونفس عن كل مكروه واقض حوائج المحتاجين ويسر امور المؤمنين ولا تصدق